السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد في طاولة الطبخ مع لطيفة وسعيدة. الفيديو ديالنا اليوم هو شرح ما أمكن النظام الغذائي اللي كنتبعو مؤخرا تحت طلبا عند مشتركات في القناة على الرسول عين. غادي نشرحه بواحد الطريقة مبسطة جدا، لأننا أنا ماشي دكتورة ماشي نوتريسيونيست، ولكن غادي نشرح تجربتي الشخصية. أنا كنعشق كل حاجة سميتها أليمونتاسيون، كنبحث فيها وكيعجبني نبحث ونقرا ونكتشف ونجرب و المهم غادي نشرح ما أمكن شنو هو نظام الكيتو. هو عبارة على واحد النظام الغذائي اللي المكون الأساسي ديالو هما من 70 حتى 80% من الدهون اللي كناكلوها، و 20 حتى 25% ديال البروتينات، والمتبقي من 5 حتى 10% كتكون عبارة على كربوهيدرات. يعني العكس، احنا جايين حياتنا كاملة كناكلو نسبة الكربوهيدرات اكثر من كل شيء. دابا كنحولوا الجسم ديالنا انه يبدا ياخذ الطاقه ديالو من الدهون اللي كنعطيوه ومن الدهون المتواجده في الجسم ديالنا. دابا غادي نوريكم في على الشاشه لي زاليمون اللي كيكونوا بيرمي و لي زاليمون اللي ما كيكونوش بيرمي في هاد التغذيه. غير بواحد الشرح مبسط، كنعتمدوا اكثر على الدهون، والدهون تكون صحيه اللي متواجده في الزبده، متواجده في زيت البلديه، متواجده في لافوكا، متواجده في الفروماج، متواجده في النعطى. يعني اي اليمون كنشوفوا شحال نسبه الدهون فيه وشحال النسبه ديال الكرب فيه. انا هذه هي طريقتي في الاكل، دائما كنشوف لاليمون من لور لي كومبوزون اليمونتير ديالو، شحال فيه ديال الكرب وشحال فيه ديال الدهون، ودائما كنتناولوا لو برودوي ما امكن يكون اصلي ماشي مصنع. الخضار اللي كنتناولوا في هذا النظام دائما كنختاروا الخضار اللي كتكون ناقصه في الكربوهيدرات. شنو هي هاد الخضار اللي كتشوفوا؟ لافوكا، انا معتمد عندي في الغذاء ديالي في التغذيه ديالي. سبيناكا، الا ما متواجداش عندكم الطريات يمكن لكم تستعملوا الكونجولي. شلاضة ليتشوغا بجميع انواعها، الايسبرغ، باتافيا، كوغويو، اللي بغيتو في الشلاضة. الزيتون الاخضر، الكحل، الاحمر، اللي بغيتو. هاد الارقام اللي كتشوفوا راه نسبه الكرب في 100 غرام. ها نتوما طوداس لا سيفراس ريسبريسنتا لو كاربوهيدرات هنيتو بور 100 غرام، يعني في كل 100 غرام فيها 2 غرام ديال الكربوهيدرات. يعني هادو انا كنقول لهم خضار نظيفه 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 جدا للجسم ديالنا. الباذنجان فيه 3 كارب، الطوماطي فيه 3 كارب، القرعه، الخيار، الكروم، الشيفرول، هذه الكول الرصاده، هذه كل الرصاده صحيه بزاف للناس اللي فيهم الانيميا، كل الرصاده وسبيناكا. بروكولي انتي اوكسيدان، واحد الفوينتي ديال انتي اوكسيدون للجسم ديالنا. اش غادي نقول لكم؟ روعه 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 روعه. لما كيتواجد عندكم طري استعملوه ديال الكونجيلاتور، حتى انا كنشري ديال الكونجيلاتور. الفلافل بطبيعه الحال الخضره هي اللي فيها نسبه ضئيله ديال الكربوهيدرات. الفلافل الصفراء، الحمراء، كول دي بروسولاس هذيك الكول الصغيره، واللوبيا شعره. ثاني نبدا باللو كارب، علاش؟ لان كنعودوا لو كور ديالنا كنحيدوا له بالتدريج، كنمشيو كنحيدوا السكر هو الاول واحد الاسبوع ولا اسبوعين، كنحيدوا الخبز من موراه، كنحيدوا لي بات، كنحيدوا الروز، كنحيدوا لي بواسون، فانتا، كوكاكولا، و كنحيدوا البطاطا، كنحيدوا البطاطا الحلوه، كنحيدوا من الفواكه، كنحيدوا البنان، كنحيدوا البطيخ، الكرموس، الهنديه، العنب، كلها فواكه عامره بزاف بنسبه السكر اللي كتطلع الانسولين لواحد الدرجه ما تصوروش. شنو هي الفواكه المسموحه؟ هي البلوبيري، الراسبيري، والفرامبواز، والفريز. راه في الموسم ديال الفريز تبارك الله، راه غادي نقول لكم كتكون الخيرات ديال الله، وكتكون فواكه كتسمى فواكه نظيفه حتى هي، ناقصه في الكارب، وصحيه 100%.
دونك فاش كندخلوا في هذا النظام لو كارب شنو كنديروا للجسم ديالنا؟ كنلاحظوا بان الجسم ديالنا بدا كيتفش. علاش؟ لان الجسم كيتنفخ بالسكريات، كنتنفخوا، راه كيولي الانسان بحال شي جلوبو كيبدا كيتنفخ كيتنفخ كيتنفخ. او فين غاديين؟ لا، خصنا نردوا البال شويه للصحه ديالنا، خصنا نهتموا بالاكل ديالنا، خصنا نتعلموا ناكلو. هاد الفيديو اللي راني كندير متوجه للناس اللي صافي وعات، بغات تبدل السيستم ديال لاليمونطاسيون ديالها، ما بغاتش تستمر في ديك لاليمونطاسيون، اولا بغات تكتشف شنو هو هاد لاليمونطاسيون، ويمكن تقرر وتزعم وتقول حتى انا نولي كناكل بهذه الطريقه. وراه صدقوني هذه تغذيه صحيه 100% على صعيد عالمي، على صعيد عالمي. ومؤخرا هاد الدييتا كيتو او هاد النظام الكيتو اكتشفوا بانه كيشفي بزاف ديال الامراض، بزاف ديال الامراض. راه كيتسمى ديتوكس لو كور ديالنا. الصراحه راه كنديروا ديتوكس بطريقه تدريجيه للجسم ديالنا. وكنرافق نظام اللو كارب او نظام الكيتوني ديالي كنرافقه بصيام المتقطع. شنو هو الصيام المتقطع؟ هو اننا كنصوموا في واحد الفتره، يعني في واحد الوقت عندنا 24 ساعه ياك في النهار، دونك 16 ساعه كنديرها صيام، و8 السوايع مسموح ليا ناكل فيها، ماشي 8 السوايع كامله ديال الاكل، في هذيك في ظرف 8 السوايع كننظم فيها الوجبات ديالي. في الفيديو غادي نخلي لكم طريقه او مثال لواحد اليوم ديال الاكل كيتوني ومع الصيام. كنقطع الصيام ديالي، انا شخصيا كنقطع الصيام ديالي مع 8 ونص ديال الليل، دونك 8 ونص ديال الليل، الليل كامل كيتحسب لنا الصيام لان ما كناكلو فيه حتى شي حاجه. يمكننا نشربو سوائل مثلا تيزان، انفوسيون، اتاي، قهوه، ماء معدني، مياه طبيعيه اللي بغينا، بدون تحليه. وإلا بغينا نحليوهم نستعملوا ستيفيا. ستيفيا هي الوحيده اللي ما كتطلعش الانسولين في الدم، اما اي نوع من السكر ما مسموح لناش فاش نكونوا صايمين. علاش؟ لان السكر اولا سواء كان بني او لا سكرالوسا او لا فروكتوسا او لا سكارينا، كلهم هادوك ممنوعات لانها كتعتبر السكر في حد ذاتها. المسموح هو ستيفيا او لا الاريتريتول. في الصباح كنفطروا عاوتاني بنفس الطريقه، كنشرب القهوه بولاد بروف، راه وريتها لكم في الفيديو السابق كيفاش كنوجدها. سواء كنديروها اما بالزبده بلديه او لا الناطا والقهوه او لا الام سي تي اويل مع القهوه، كما اي واحد كما كيحب يشربها. ديك القهوه كتخلينا ما كنحسوش بالجوع، كنبقاو في الشبع للمده حتى ل 12 ونص حتى ل 1 ونص. انا بعد المرات 12 ونص كنفرق الصيام ديالي باول وجبه الا وهي الفطور، او لا بعد المرات حتى ل 1 ونص كنبدا بوجبه غداء مباشره. دونك بلا ما نطول عليكم في الهضره وما يجيش الفيديو طويل، غادي نخليكم مع الفيديو مثال لاكل يوم كامل. دونك اول حاجه غادي نبدا بها اللي غادي نوجد لو بلا الرئيسي برينسيبال، غادي ندير واحد بحال طرطيه ديال الكفته في الفران. عندي هنا نص كيلو ديال الكفته، غادي نحك واحد البصله، غادي ندير شويه ديال الثومه والبصله يابسه مليحه. هنا عندي دائما كندير انا القزبور والمعدنوس، هنا عندي المعدنوس اكثر من القزبور، والثومه والملحه والزيت البلديه كنديرهم هنايا في كيبقى لي مده اطول. عندي هنا العطريه ديال امشي هادو، عندي هنا العطريه ديال اللحم، وعندي البزار، شويه الكمون، شويه الشونيه. غادي نحتاج كذلك جوج ديال البيضات، لا موزاريلا والناطا على بركة الله. بسم الله.
وريتها لكم، ولكن ما عمرني صورت فيها عاد شي فيديو. كان طايب فيها عرفتي، رائعه رائعه رائعه. وهانتوما غادي تشوفوا فلوسها حلال. غادي نستعمل في الاكل ديالي ديال هذا النهار، واللي معتمد عندي دائما هو لا سالاد ديال لافوكا، كنقولوا لها حنايا هنايا واكامولي. غادي نحتاج ليها لافوكا اللي حبيتو، مثلا الا كنتو حجم عائلي غادي ديروا 3 4، والا كنتو غير بوحدكم ديروا غير وحده، راه غير وحده فيها الكفايه ليوم كامل ديال، لان نسبه الدهون في لافوكا مرتفعه والنسبة ديال الكربوهيدرات ناقصة في النظام الغذائي ديال لو كارب أو لا الكيتو ولا سيتوخينيك، كل واحد كي في أي دولة كيقولوا لها كيعطيوها اسم. دونك تنحتاجو لافوكا، البصلة، البصلة ما غاديش نديرها كاملة، غادي ندير النص، لأن خص دائما نكالكوليو اونفيرونمون في النهار شحال نحاولو ما أمكن ما ناكلوش الكربوهيدرات بزاف. ولي طوماط سيريز انا كنستعمل هادو، ماشي ضروري هادو بالالوان، غير الطوماط تشيري ولا هادو هاد الحميمرين صغيورين ولا دوك اللي كيجيو طويولين شويه. باش علاش؟ باش كنكونترولي لا كونتيتي اللي غادي ندير، فهمتي؟ ندير غير 4 اولا 5 ديال الحبيبات لا اكثر.
دونك على بركه الله غادي نوجد السلطه ديالي بلا ما غادي ندوز في التفاصيل لان دائما كنديرها في لي فيديو ديالي. المهم كنت بغيت نقول لكم بان هذه حتى هي غادي تكون مرافقه للكفته. دونك كوجبه رئيسيه للغداء انا حطيت هنايا شويه ديال الشلاضه وثلاثه ديال الفجلات، وانا كنستعمل خلابينيو الحاره. الحاره ضروريه كتقتل الميكروبات وكتنقي المصارن، ولكن دائما انا با اكزاجيري خلابينيو سفلي بلا حاره، ولا كانت عندكم طريه طريه انا كنستعملها اللي كياكل حاره. ودابا هذه طريقه هائله لاننا باش ما نبقاش نطيبوا كل مره الطياب ديالنا، هذه ناكلوها في الغداء او لا في العشاء، اكومبانيوها مع السلطه كما هكا، اكومبانيوها مع بروكولي مفور، لوبيا شعره، سباراغوس، مع اي خضره بغينا ناكومبانيوها. ها هي اكله جاهزه، غادي نقطع نوريكم الكميه اللي غادي ناكل. ها انتما نزيد شويه وكتجي بنينه بحال الطورطيه. ودابا الواكامولي ديالنا ضروري انا يا اما ناكل الافوكا هكا نص افوكا او لا ناكلو على هذه الطريقه، كنفضلو على هذه الطريقه كيجي كيجي فيه المذاق الحيد وزوين. غادي ناخذ القياس ديال نص افوكا ديالي. ها انتما ها لو بلا ديالي، ها انتما لو بلا ما عامرش وغادي يخلينا شبعانين. علاش؟ لان الدهون كتخلي المعده عامره، كتحسك بالشبع وما كتجوعيش، كل ساعتين كتطلع الانسولين وتهبط وتجيك الجوع وتسخفي. وهذه وناكل دابا هذه غادي ناكل دابا حتى الليل عاد نوريكم قبل 8 ونص، نوريكم الوجبه ديال العشاء ديالي ايضا باش تاخذوا واحد الفكره على النظام الغذائي كما كيف غادي يكون هكا. ودابا غادي نشارك معكم المشروبات اللي معتمده عندي، لان احنا ما كنشربوا لا كوكاكولا ولا فانتا، مره كنشري ابل تايزر، راه كنوريها لكم في التقضيه للبنيته الصغيره وللزوج ديالي. المشروب ديالنا هو انني كندير ماء معدني غازي، هذه اغوا فيلترادا، انا عندي الفلتر هنا كنعمر الماء كنديرو في الثلاجه فاش كيبرد، كنديرو في هذه الماكينه ديالي اللي كندير، راه كنت وريتها لكم شحال هذه، كنت شريتها من الكورت انجلاس. ودابا اكتشفت هاد لي بواسون هادو خاليين من السكر، هانتوما شوغر فري، شوغر فري نشوف واش كيبان، شوغر فري وكيجيو بلي سافور، سافور ليمون، بينيا، لاناناس، عندي هنايا سافور فروتا ديال بوسكي، يعني بزاف ديال لي سافور كيجيو، فرينزا بانان كنشريهم انا، لقيتهم في كيتباعو في لي باخيناس ويب، انا كنشريهم من فين كندير جيم، الجيم تما كيبيعوا لي برودوي ديال الفيتنس ولقيتهم عندهم. دابا انا حاله هاد جوج لي سافور، سافور ميلون ديال البطيخ وديال فروتا ديال بوسكي. دونك ما كنديروهاش دابا، حتى كندير هنا الماكينه صافي وكنعطيها الغاز. هانتوما عندها هنا هاد البوطون لهنايا، ها انتما شوف كي كدير، كنديرو هما كينصحو بثلاثة ديال لي بوف، أنا كنزيد وحدة دائما، سمعوا الصوت صافي، فاش كتشوفو هاد بوربوخات راه صافي دار الغاز. ودابا غادي ندير سافور ميلون لان فروتا ديال بوسكي بنتي ما عجبتهاش، ندير هذه ميلون ها ندير غير شويه، و هذه هي البواسون ديالها ما نخافش منها، ما فيهاش سكر، صحيه كتعاون على الهضم وخاصه دابا العيد الكبير اللحومات على الجهد، الواحد يشرب هاد الماء معدني غازي كيعاون على الهضم احسن من كوكاكولا، فانتا، شويبس، ابل تايز، كنعطيوه السكر لو كور ديالنا كنقتلوه بشويه بشويه. ها انتما بالصحه والراحه. ودابا غادي نعطيكم مثال ديال العشاء ديالي لو ديني خفيف وظريف،
مع اليوم يلاه جيت دابا من الرياضه دونك ومازالش معانا يعني ما غاديش ناكل بزاف. غادي ندير ولكن عشاء كيتوني 100% باش نعطيكم فكره وكذلك على الكميه. دونك غادي ندير بيض مسلوق. دائما فاش كنبغي ندير مسلوق كنستغل الفرصه وكنسلق في مره باش دائما يكون عندي في الثلاجه. واش بغيتو في لاصالات، بغيتو في ناكلوه بوحدو، بغيتو نكومبوزيه مع شي حاجه اخرى، كنلقاه واجد في الثلاجه. غادي نرافقو مع واحد العصير، هانتوما شويه ديال الفريز، ثلاثه ولا اربعه ديال الفريزات، وشويه ديال البلوبيري غادي نديرو هنا مباشره. هادو هما الفواكه اللي يمكننا ناكلو في اللو كارب، لان الفواكه كامله عامره سكر و كتخرجنا من نظام الكيتو. هانتوما غادي ندير واحد الربع ديال لافوكا، انا ما كنديرش بالجرام وبالقياس، انا عيني ميزاني صافي. غادي ندير له شويه الحليب الكوك، بغيتو ديرو ستيبيا وديرو القرفة كل واحد شنو كيبغي. انا ما غاديش نديرو ستيبيا، غادي نشربو هكذا لان صافي توالفت. اما الناس اللي مبتدئة يقدو يزيدو شوية ديال ستيبيا باش يحليو العصير، واخا انا ضد ديك الفكرة. صافي العصير ديالنا ها هو، ساهل ماهل، عشا خفيف وظريف ومغذي في نفس الوقت. و لو بلا ديالنا ها هو ما امكن، حاولت نوريكم لا كونتيتي. بالنسبه ليا كل جسم كيختلف على الاخر وكل واحد كيختلف. انا من بعد الرياضه كنفضل ندير عشاء كيتوني لو كارب 100%، لان في الليل لو كور كيحرق الدهون والعضلات بطبيعه الحال كتكون، الى تكونت العضلات كيمشيو الدهون. دونك ناكلو لا بروتيين اوبليغاتوارمون، ناكلو دهون صحيه مثلا لافوكا، مثلا الفروماج، الزبده بلديه تكون بيو حسن. هاد الخبز راه شاركته الاخت ديالي معكم في القناه، وانا كنديرو بزاف ديال الطرق بزاف ديال المكونات. الا كنتو بغيتو بحال هاد النوع من الفيديو، يعني نشارك معكم الاكل ديالي اللي داخل في البرنامج ديال النظام الغذائي، ما عليكم غير تشيروه لي في لي كومونتير. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشيروا له بلايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. ونخليكم في امان الله اخواني اخواتي، احبكم في الله، مع السلامه، تهلاو ليا فراسكم.